يشرفون في هذا الاحتفاء زوجة الراحل الغازي القصيبي السيدة سكرت القصيبي. وثق مقطع فيديو لحظة تكريم زوجة الدبلوماسي والأديب الراحل غازي القصيبي خلال حفل نظمته جامعة اليمامة في الرياض لتسليم جائزة غازي القصيبي بنسختها الثانية يوم أمس الثلاثاء بحضور نخبة من كبار المثقفين والإعلام. وأظهر الفيديو زوجة غازي القصيبي وهي تتسلم الجائزة وسط تفاعل كبير من الحضور. الجدير بالذكر تمنح جائزة الراحل غازي القصيبي مرة واحدة كل سنتين وتتخصص في فروع عدة تشمل الأدب والإدارة والتنمية والتطور وتضمن مراحل متنوعة تخضع للترشيح والفرز والتصفية وبعد ذلك التحكيم وأخيرا إعلان الجوائز. غازي القصيبي هو شاعر وكاتب وأديب ودبلوماسي سابق من أصول سعودية تولى العديد من المناصب الهامة منها أستاذ مساعد في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود كما شغل منصب وزير الصناعة وبعدها عين وزيرا للصحة وعين سفيرا للسعودية في البحرين وبعدها في بريطانيا. نشر الراحل عددا من الكتب والمؤلفات الهامة كان أبرزها العصفورية وشقة الحرية وسعادة السفير والكثير غيرها كما أطلق عليه لقب سندباد الشعر السعودي الحديث وذلك بسبب ترجمة أشعاره إلى اللغة الإنجليزية. برز في مجال الشعر بسبب صدق أشعاره التي صورت الواقع بأسلوب فني. يذكر أن السيدة سكرت زوجة الراحل الكبير تحمل الجنسية الألمانية وكان التقى بها في دولة البحرين بالصدفة وبعدها طلبها للزواج وتزوجها. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.